بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم مع محاضرتنا التي إن شاء الله ستكون بداية سلسلة سأحاول أن ألتقي ألتقيكم مرة على الأقل بالشهر بإذن الله هذا خطة جديدة سويتها ونبدأها ببداية السنة في واحد واحد ونبدأ مع محاضرة علمتني عشرين 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 عام لا مثيل له يقول الامريكان وتهيير يعني يا لها من سنه اي سنه هذه التي مرت علينا وما زالت هي الحقيقه لم تنتهي يعني لأن غيرت كل خططنا غيرت كل طريقه عملنا علمتنا الحقيقه الكثير عن عن حقيقتنا عن انفسنا عن رغباتنا علمتنا عن قيمنا وحقيقه هذه القيم طبعا طبعا علمتنا عن صحتنا وعن علاقاتنا واموالنا وسفرنا علمتنا علمتنا الكثير وفي هذه المحاضره سندرس هذه الدروس التي علمتنا اياها 2020 ليس من اجل التامل في الماضي وانما من اجل استفاده من دروس الماضي من اجل استشراف المستقبل ومن اجل ان يعني نعيد ترتيب امورنا في المستقبل وذلك انا سادمج لكم بين تحليل الماضي واستشراف المستقبل لان تحليل الماضي وحده لا قيمه له الا ان لم يكن معه استشراف للمستقبل. في نهايه 2019 كان حدث يعني كالعاده الناس تهنئ ب 2020 ما كانوا يعرفوا أن 2020 ستكون فيها هذه الكوارث وهذه التغييرات وأيضا في نهاية 2019 كان هذا عادة غربية جميلة الحقيقة أنا أشجع عليها وهي أنه الناس مع بداية السنة أو سنة هجرية وإحنا هذه إحنا أولى بها أن نكون إحنا نحتفل بالسنة الهجرية ونسير على السنة الهجرية لكن بأي تاريخ ما يهم أن الإنسان لما يكون في تاريخ معين بداية سنة هجرية ميلادية تاريخ ميلادة أي تاريخ أن الإنسان يضع ما يسمونه resolutions resolutions يعني التزامات تجاه نفسه فمثلا بعض الناس يلتزم أنه في هذه السنة سيتوقف عن التدخين أو سيتواصل مع ناس لم يتواصل معهم من فترة إلى آخرة يعني أو يتعلم مهارة جديدة ففي نهايه 2019 وضع كثير من الناس الريزولوشنز هذه الوعود او الالتزامات وجاء 2020 وخرب الدنيا غير كل شيء يعني حتى احنا في شغلنا الشخصي وفي شغل شركاتنا في الابداع تغييرات جذريه تماما لم تمر علينا من 30 40 سنه مثل هذه التغييرات يقولون ان 2020 سيدخل التاريخ وهو فعلا سيدخل التاريخ 2020 لأنه كل الأرقام التي فيه متغيرة ارقام الصحه ارقام المال ارقام يعني البشر الذين اصيبوا وغيرها كثير اشياء هذا الذي سنتحدث عنه وذلك نهنئكم ب 2021 وان كان كما ذكرت التهنئه بالعام الهجري اولى لكن هدفي ان مع التهنئه وهذا والأهم من الثاني أننا نتسلح بدروس 2020 هذه الدروس التي لم يتوقعها أحد وجد جد صراحة يعني أي واحد يتفلسف يقول أنا والله كنت متوقع ماذا سيجري في 2020 قد يتوقع بعض الناس أن والله قد تأتي كوارث قد تأتي حتى فيروسات تنتشر لكن حجم التأثير الذي أجرته 2020 أه لا لا لم يتوقعه احد، هذا على فكره باجماع المؤرخين لم يتوقع احد هذا والتغييرات هائله حدثت في السياسه حدثت في 2020 في الاقتصاد في الصحه في العلاقات الاجتماعيه حدث تغييرات هائله وطبعا حدثت تغييرات صغيره حتى يعني في طريقه سلامنا لبعض ولا غيرها كلها تغييرات لم يتوقعها احد كما ذكرت لكن الذي حدث أن بعضنا كان أسرع في تفاعله مع هذا التغيير الذي جرى في 2020 أسرع من الباقين وهذا الذي استطاع أن ينجو أو يكسب حتى وللأسف في بعض الناس إلى اللحظة هذه لم يتفاعلوا حتى الآن ما أعرف ماذا ينتظروا ينتظروا شيء يحدث طيب فسنتعلم بعض هذه الدروس لأن الأوقات الصعبة تعطينا دروسا صعبه وتعطينا في نفس الوقت نموا هائلا في انفسنا في اعاده النظر في خططنا على فكره تعطينا هذه التغييرات الضخمه هذه الاوقات الصعبه تعطينا فرص نادره للتعلم. وهذا بعد هذه المقدمات اسمحوا لي ان انقل لكم ماذا تعلمت من 2020 وكعادتي يعني انا مقسمها الى اقسام والمحاضره هذه مرتبه هي ليست ليست عباره عن خواطر بنت الساعه لا لا انا محضر تحضير قوي لهذه المحاضره ومقسمها الى مجالات فاذا تحبوا تكتبوا معي لعلكم ان شاء الله يعني لكثره الدروس ان شاء الله تستطيعوا تراجعوها لاحقا. فانا مقسمها اجزاء. الجزء الاول او القسم الاول المجال الاول هو سميته دروس علميه وصحيه. دروس علميه وصحيه. طبعا الحقيقه الذي جرى كان واضح جدا ان اي شيء يحدث في اي مكان في العالم يؤثر على كل العالم. فيروس صغير يظهر في وهان في الصين قلب الدنيا في كل مكان في كل مكان انقلبت الدنيا واليوم التعاون العالمي بدا يجري لايجاد هذا اللقاح الذي يضاد هذا المكروب لذلك نجد مثلا من اوائل من اكتشفه نجد ان او اكتشف اللقاح هو تعاون بين شركات من دول مختلفه هذه شركة تكتشف لكن ما عندها القدرة أن تنتج كميات كبيرة من اللقاح هذه الشركة الأخرى عندها القدرة بس ما عندها الاختراع ولذلك تجدوا بكثير من من اللقاحات تلقى اسمين اسمين لأن شركتين من دولتين حتى هذا التعاون العالمي غير العالم وغير العلم و الحقيقه يعني سرعه اكتشاف اللقاح هذا راح أحدثكم بعض الناس غير مقتنعين باللقاح ساتحدث عنها لكن السرعه الهائله اللي خلت بعض الناس يستغرب ان هذا هل هذا ممكن وان لا هذا يعني عمليه سلق وانه هو بعض الناس هذا اللقاح راح يعملنا قرود ولا تماسيح ولا كذا انا عندي يعني ابني دكتور محمد وزوجته الدكتوره مريم اخذوا اللقاح وصل لهم اسبوع تقريبا بحكم انهم اطباء فلهم الاولويه في هذه المساله فاخذوا انا لأ انا ناوي اخذه بس يعطوني الدور يعني لسه ما اخذته فكنت معهم قبل شويه فاقول لمحمد محمد اه ما انقلبت تمساح ومريم ما انقلبت قرد ولا ايش ايش القصه؟ قالوا والله ما حسينا حتى بالالم ولا بحراره ولا حتى بحكه في مكانها ما في شيء ما حسينا بشيء ابدا كان ما اخذنا شيء لما اخذنا لقاح الانفلونزا حسينا باكثر القصد ان هذا التغيير الذي جرى مصيبه هائله اصابت البشريه، تعاون العالم كله من اجل مواجهتها، هذا التعاون العالمي هو بدايه حقبه جديده في التاريخ، لازم نفهمها ان الدنيا اليوم ستتغير تغير جذري ويبدا العالم يشتغل بشغل جماعي، الدول التي اشتغلت لوحدها وحاولت تنعزل وكذا هي التي اكلتها. ايضا لما طبعا بدا المرض هذا وبدات المعلومات وبدا اللقاح وبدات نقرا وانا شخصيا الحمد لله اقرا كثيرا واتابع بشده والله والله اكتشفت حجم جهلي <applause> يعني وكلما دخلت اكثر في الموضوع <applause> عرفت ان الذي اجهله بدا يزداد يعني كلما تعمقت عرفت ان جهلي اكبر واكبر واكتشاف الجهل احفظوها واكتبوها اذا حبيتوا اكتشاف الانسان لجهله هو بداية التعلم. بداية التعلم أن الإنسان يكتشف أنه جاهل. لأن الإنسان إذا كان يظن أنه يعلم ففي هذه الحالة لن يتعلم ولن يحرص على أن يبحث عن وسائل للتعلم. فهذه من المسائل اللي تعلمتها أن ما زال العلم يتوسع وما زال نحن كبشر نتعلم وأنا كإنسان كلما زاد علمي اكتشفت حجم جهلي. و فوق كل ذي علم عليم والعليم هو الله سبحانه وتعالى. ايضا علمتني 2020 ان في الجانب العلمي هذا والصحي ان الابداع لابد ان يكون مرنا فالمبدعون مرنون وفاعلون اللي اللي جلسوا ينتظروا وبداوا يشككوا وكذا زي طيب كثير من الناس اللي شككوا في هذا اللقاء، طيب ما هو العلاج الذي عندكم؟ وبعض الناس اللي قالوا مؤامره، طيب مؤامره ما هو علاجها بالنسبه لكم يعني؟ كيف ستواجهوها؟ قاعدين نشوف امام عيوننا ناس تصاب وناس تمرض وحتى من اهلنا ناس شفناهم يعني، طيب هذا حقيقه هذه ليست اوهام. طيب كيف نواجهها كيف نعالجها بغض النظر يعني بعض الناس عايشين في هذا ولذلك اكتشفت الحقيقة حجم عدم المنطقية وعدم العلمية ومعذرة على الكلمة لكن هذه كلمة علمية يقولون جنرال ستوبيديتي وآسف على الكلمة يعني بس هذه كلمة علمية الغباء العام أو الغباء المنتشر كثير من الناس للأسف قاعد عايش في عالم خاص فيه ونظريات ومؤامرات وغيره لا لا الله يرضى عليكم ما نعيش بهذه الطريقه طيب يعني انا مره واحد يناقشني في قضيه نظريه المؤامره وطبعا في موضوع الكورونا هذه نظريات المؤامره انتشرت بشكل كبير جدا ليست علميه فطيب قلت لهم افترض انها مؤامره لكنها حقيقه الان قاعد نشوف ناس تمرض وتموت ما هو علاجك لها؟ كيف تواجهها؟ شوية منطق شوية علمية في المسألة دعونا من الحديث عن المؤامرة ومن وراءها والتجارة التي وراءها ماشي ما هو العلاج وكيف نستعمل نعالجها ولذلك من المهم جدا الله يرضى عليكم أن الواحد ينتبه أن يتذكر أن هذه الصحة ثروة من الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نشكرها وأحنا أنا من الناس المقصرين في هذه المسألة وعرفت قيمتها الحقيقه في الفتره الاخيره وان شاء الله يعني الله يعيننا انه نقوم بحقها وكذلك ادعوكم جميعا ان الواحد فيكم والواحده منكن يعني ما تتوقفوا عن التعلم. ومن الجانب العلمي هنا اتكلم ان لا تتوقفوا عن التعلم، لا تتوقفوا عن المنطقيه، لا تتوقفوا عن تعلم المهارات وحاربوا معنا نظريه المؤامره. فإنها لا معنى لها ولا فائدة من وراها مرة واحد يقول لي عن اليهود وراء كل شيء وأمريكا وراء كل شيء وكذا وهم يخططون لكل شيء قلت تمام صحيح أنا موافقك الآن ماذا إيش رأيك نستسلم لأن حجم المؤامرة كبير جدا وهم يخططون لكل شيء ويفعلوا كل شيء وإحنا ما نقدر نسوي شيء فإيش رأيك نستسلم قال لا ما نستسلم طيب إذا ما تستسلم يلا خلينا نشتغل نفس الشيء هنا نظريه مؤامره وتجاره وكذا طيب ايش رايكم نستسلم خلونا نواجهها خلونا نعالج خلونا نشوف حل لهذه المساله اتهامها انها مؤامره لن يعالجها ايضا هنا وما زلت اتكلم في الجانب العلمي مبدا رئيسي جدا لا تفتي فيما تجهل بس بهالبساطه يعني بعض الناس يسالني ما هو العلاج ولا ما هو كذا قلت له والله ماني طبيب اسال الاطباء هذه مساله هم اللي يعرفوها طيب انت ايش موقفك انا موقفي واضح جدا جدا موقفي اني اشوف المراجع العلميه المتخصصه في هذا المجال هنا قاعد اتكلم عن المنظمات العالميه والجامعات العالميه ما هو موقفها راجعتها شفتهم كلهم اجماع انها اولا ليست مؤامره والشيء الثاني ان اللقاح فعال اذا انا ساخذ اللقاح ما لي شغل بالباقي والله يطلع لي واحد عالم من هنا ويطلع لي واحد دراسه من هنا وهذا من من جهات ليست رسميه ولا انتم انتم العفو يعني اي واحد فيكم لا سمح الله يصيبه مرض فيروح للطبيب طيب لو راح لطبيب وقال لا انت فيك كذا وراح لطبيب ثاني وقال له فيك مرض اخر ايهما ستاخذه ستاخذه اللي اعلم اليس <applause> كذلك؟ اللي شهاداته اعلى واللي خبراته اعلى واللي كذا طيب نفس المبدا هنا روحوا شوفوا الجهات العالميه ما تروحوا تشوفوا دراسات استثنائيه فاذا اختم الجانب العلمي والصحي هذا برجاء للجميع تعاملوا مع العلم كعلم واياكم من نظريات المؤامره واياكم من الاوهام هذه ونصيحه لله حتى تنتهي البشريه من هذا الـ 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 هذه المشكله، دعونا جميعا ناخذ اللقاح. في دراسات تشير الى ان 41% من الناس في العالم العربي 41% رافضين ياخذوا اللقاح. بينما احنا نحتاج 70% من الناس ياخذوا اللقاح عشان عشان يحدث عندنا هذه المناعه. فاذا ظلوا ال 41% هؤلاء لم ياخذوا اللقاح حتى اللي اخذوا اللقاح ما في فائده سيظل الامر ينتشر وسندخل في 21 و22 و23 الى ان تاخذوا اللقاح فالله يرضى عليكم تعاملوا مع العلم كعلم وخذوه من الجهات الاعلى واياكم من نظريات المؤامره وخذوا اللقاح بارك الله فيكم هذا كان الجانب الاول اللي هو الدروس الصحيه والعلميه خلوني انتقل الى الدروس الاداريه والقياديه وهذا شويه جانب افهم فيه قليلا فخلوني اتوسع فيه شويه. عندنا مبدا رئيسي جدا في علم القياده يقول القياده تبرز عند الغموض لما تكون الامور كلها واضحه اي واحد يستطيع يدير لكن لما تكون الامور ما هي واضحه مثل الذي حدث في بدايه 2020 في شهر اثنين ثلاثه لما بدات الامر ال... التغييرات هذه تحدث والحظر يحدث والكذا ال الذي تكيف بسرعة هو الذي نجا يعني مثلا الموظف الذي يفهم بس قضية واحدة واستغنوا عنه <applause> ماذا سيفعل ما... لن يستطيع أن يفعل شيء ولذلك هذا أيضا معنى آخر أحب أن أؤكد على المستوى الفردي ثابت اليوم أن أفضل الموظفين والمدراء هم الخبراء متعددو المواهب يعني كونوا خبراء في مجال معين في التسويق في التكنولوجيا في اي مجال لكن لا تكتفوا بهذا وانما حاولوا ان تتعلموا عده مهارات بحيث ان اذا اليوم من الايام اضطريتوا ستنتقلوا الى المهارات الاخرى وايضا اذا ان شاء الله ترقيتوا ايضا ستنفعكم كل المهارات المتعدده فثابت اليوم اذا ان التكيف هو الذي يصنع النجاح، التكيف وان القائد الفعال هو اللي يحمل الرايه وقت الغموض. انا اعرف بعض الناس في لما صارت صارت الازمه هذه. في ناس الى اليوم لم يتخذوا قرارات ما زالوا مترددين. وفي ناس انا اعرفهم في شهر ثلاثة وأربعة صدروا قرارات بالانتقال إلى إلى العمل عن بعد، بالاستغناء عن الإيجار عن مك... وإلى آخره، في قرارات رئيسية أصدروها هؤلاء واستطاعوا بناء عليها أن ينجوا بل ممكن ينجحوا. وشفنا إحنا شركات عملاقة انهارت وشفنا في نفس الوقت أن في ناس حققوا الملايين. في مبدا عندنا في الاداره ايضا وفي الحياه ان المحن تصنع المنح في بعض الناس لما تصير محنه يبدا يبكي <applause> وفي بعض الناس لما تصير محنه وكونوا منهم هؤلاء يبدا يفكر اين المنحه التي في هذه المحنه؟ اين الفرصه؟ وذلك في بعض الناس استطاعوا ان يحققوا الملايين يحققوا الملايين خذوا مثلا عندكم شركه ابل شركة أبل أخذت أربعين سنة أربعين سنة إلى أن وصلت إلى قيمة تريليون تريليون اللي هو ألف مليار أو ألف بليون المليار هو نفس البليون فتريليون يعني مليون مليون أخذت أربعين سنة بينما في 2020 استطاعت في هذه السنة يحققوا تريليون ثاني تريليون كامل في سنه واحده وامازون وغيرها كثير استطاعوا فورا غيروا و... 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 واستطاعوا ان يتكيفوا واستطاعوا ان يستفيدوا من هذا وذلك ايضا من الاشياء التي انصح بها بشده تعلموا الابداع الابداع قابل للتعلم تعلموا الابداع الابداع بعد توفيق الله تعالى هو سبب نجاه الكثيرين الذين استطاعوا ان يتكيفوا تكيف الوحده ليس معناه والله انا استغنيت عن شويه موظفين ولا استغنيت عن شويه ايجار لا استغنيت وماذا فعلت فعلت شيء جديد فعلت شيء مختلف فكروا بهذا الابداع الجديد اللي انتم او احنا ما تعودنا عليه سابقا وعلى فكره ثابت علميا ثابت في علم الابداع وهو احد الدروس التي درسها وموجود دوره موجوده اونلاين في اكاديميه الابداع عن الابداع ثابت أن الهدوء يشعل الإبداع الهدوء يشعل الإبداع وذلك في 2020 خاصة لما صارت فترات حظر كلي اضطر الناس أن يجلسوا زي في بعض الناس جلسوا يتذمروا وجلسوا نفسياتهم منهارة وفي بعض الناس استغل هذا الهدوء للدعاء للصله بالله سبحانه وتعالى من جهه وللابداع لان الهدوء يشعل الابداع. من الاشياء التي ايضا في جانب الاداري والقيادي ثابت انها تعلمناها بشكل كبير الحقيقه من 2020 وانا اتمنى ان تستمر بعد 2020. لان يعني مره ثانيه احنا نتعلم دروس الماضي حتى نستغل المستقبل. الذين نجحوا هم الذين استطاعوا ان ينتقلوا للعمل عن بعد. والعمل عن بعد هذه مهاره مهاره في تقديم النشاط نفسه ومهاره في اداره النشاط نفسه، مهاره يعني خليني اشرحها شويه. طبعا في بعض الاخوه لست انا يقدموا عندنا في الابداع دورات في العمل عن بعد. لكن خذوا احنا احنا في الابداع ماذا فعلنا؟ احنا بعض موظفينا الان يشتغلوا من بيوتهم. طيب اذا انتهت الازمه حيظلوا يشتغلوا من بيوتهم ليش اجيبهم ما هو قادر او هي قادره ان ينجزوا وينتجوا بفعاليه من بيوتهم خليهم من بيوتهم اليوم في امريكا 17% من الموظفين يعملوا من بيوتهم ما يحتاج سياره تودي وسياره تجيبه ويضيع وقت وكذا لا لا ولا يحتاج على فكره لما يعمل من بيته انا ما احتاج مكتب المكتب هذا يكلف ايجار ولا احتاج يعني اشياء كثيره تتعلق بالمكتب من كمبيوتر وغيره، بالاضافه ثابت ان 30% من اوقات الموظفين 30% تضيع بحديث مع بعض ليس بالانتاج. اذا خليه يشتغل من بيته، انا بيني وبينك نتائج. فهي مهاره يجب ان نتعلمها. هذا الانتقال عن بعد نوعين. نوع في تقديم النشاط نفسه او الخدمه. ولاحظنا احنا حكومات انتقلت الى الحكومه الالكترونيه بينما كان سنين امامهم فرصه يفعلوا هذا. وشركات انتقلت للبيع عن بعد احنا في الابداع انتقلنا للدورات عن بعد فورا على فكره انتقلنا للدورات عن بعد يعني احنا بدينا بدورات عن بعد من شهر ثلاثه فالاستعجال في هذا والتكيف السريع هو الذي ينجيكم اذا العمل عن بعد نوعين في تقديم النشاط نفسه مثل لما نسوي دوره وفي اداره العمل مثل اداره الموظفين وهي مهاره طبعا هذا الجانب الثاني انا لست خبيرا فيه خذوا دورات الاداره عن بعد ايضا ثابت على فكره ان المكتب هو ليس المكان الافضل للعمل <applause> يمكن البيت هو المكان الافضل للعمل بشرط ان الواحد يكون منتج لكن بشرط احيانا بعض الناس لما يشتغل في بيته تضييعات الوقت كثيره جدا فيحتاج اداره واراده ويحتاج من يدير بفعاليه وهي مهارات لها ادواتها ولها تقنياتها فلا يعني لا تعملوا اداره عن بعد وانتم لم تتعلموا الاداره عن بعد ادرسوها تعلموها تعلما اكتفي بالحديث عن اهميه الاداره عن بعد والتعلم تعلم هذه المهاره ايضا تعلمنا من 2020 ان التخطيط كما ذكرنا مهم جدا جدا لكن ثابت ايضا ان التخطيط يفشل و... واحنا كنا حاطين للابداع نفسه حاطين احنا خطط في 2019 ل 2020 جات الكورونا نسبت كل خطط. كلها أعدنا النظر فيها كلها وغيرناها بشكل كامل، أعطيكم مثال، يعني أنا شخصياً كنت أسافر كثيراً لعمل دوراتي. الآن نحن الحمد لله صرنا نقدم الدورات أونلاين، يعني بكره عندي دورة أو بعد بكره دورة عن التخطيط الشخصي، كيف واحد يخطط لنفسه. هذا الأمر ما كنا ما كنت أسويه سابقاً. طيب إيش رأيكم؟ إنه فعلاً مفيد جداً لي وللجمهور. أولاً الجمهور ما يحتاج يسافر لان السفر هذا مكلف سفرا واقامه و... ويعني ويحتاج ياخذ اجازه من عمله وكذا بينما التدريب عن بعد من اي مكان في العالم انا اخر دوره عملتها عن التفاوض ناس من امريكا الى استراليا الى العالم العربي كله موجودين اذا نحن استطعنا نصل الى جمهور لم نصل اليه لكن هذا بسبب التكيف ما كان في خطتنا هذا ما كان في خطه انا اقول لكم هو كان في خطتنا أنه في مواعيد معينه لها سفر واروح مكان الفلاني اسوي دوره والمكان الفلاني جاءت 2020 وجاءت كورونا غيرت كل شيء انا اذكر اجتمعت حتى مع الاخوه الذين والشباب الذين يديروا الابداع قلت لهم احسبوا حسابكم ان احنا كنا نتكلم في شهر ثلاثه ان احسبوا حسابكم سنه وسنه الى سنتين احتمال ان تستمر قالوا كثير وكذا قلت لهم لا او اقل شيء سنه يعني إذا كنا بشهر ثلاثة احسبوا حسابكم بشهر ثلاثة، لكن أنا شخصياً ما زلت أقول لكم أنا هذا الكلام، أن الحياة لا, ت... لا أتوقع أن تعود لطبيعتها قبل شهر تسعة القادم. وبالتالي جزء من التخطيط هو التوقع وال... واستشراف المستقبل والمرونة يعني هذا مبدأ رئيسي أن احنا عملنا خطة جاء الظروف ما نستمر على خطتنا الجمود على التخطيط هذا فشل هذا ندرس نحن في علم التخطيط، لا تجمدوا خطه جاءت ظروف سواء سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا مثل هذه صحيه، غيروها. هذه شطاره التخطيط الحديث، التخطيط القديم كان هو التخطيط الجامد. وذلك التخطيط مع مرونه، وكما يقول المثل المتاخر لا ياكل، يعني ممكن الواحد يخطط، لكن يخطط مثل مثلا شركات التدريب. يعني إحنا الحمد لله من أولى الشركات اللي انتقلنا للعمل للتدريب عن بعد في شركات إلى اليوم ما بدوا ولا دورة واحدة انهارت الشركات هذه راحت عندها موظفين وعندها إيجارات وكذا وما في دورات ممنوع الدورات المتأخر لا يأكل فاعملوا تخطيط وكونوا مرنين وصدروا قرارات هاي ثلاثة أمور تحتاجوها طيب أيضا من الدروس الإدارية والقيادية أن الفراغ وقت الفراغ مثل الأوقات اللي أصابتنا لما أصابنا الحظر بالذات الحظر الكلي هذا أوجد فراغاً هذا الفراغ لكثير من الناس أوجد ملل قاعد ما عنده شيء ما عنده شيء يسويه وجالس يتذمر ويمكن بعضهم أصابته حالة نفسية ولا غيره ولا لا لا يعني المبدأ عند المؤمن بالذات أن الحياة قصيرة وأن الـ يعني الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل أوقاتنا فلما تأتي هذه الفترة الجامدة ما أقعد أدمر وأشتكي وأجلس في ملل وإنما الحمد لله نبدأ ننتج ونضاعف إنتاجنا اعملوا اعملوا استغلوا الفراغ تفكير تخطيط اليوم فرص التعلم عن بعد خذوا دورات من يوديمي من غيرها خذوا تعلموا فرصه ممتازه جدا واعملوا انجزوا والابداع سيفتح لكم افاق لم تفكروا فيها ما زلنا في دروس الاداريه والقياديه هناك علم عظيم اسمه علم التغيير علم التغيير ومن مبادئ علم التغيير ان التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الب... في العالم <applause> كل شيء غير ثابت الا التغيير مؤكد ولذلك احنا شفنا ان في تغيير هائل هائل حدث في سنه واحده هذا وانا شخصيا عرفت قيمه علم التغيير والتغيير علم ما في دورات وكذا موجوده ف... تعلموا علم التغيير وهو علم أعمق وأشمل من علم التخطيط وخلوني أنتقل شوية للأخوة اللي عندهم شركات وزباين وكذا تذكروا هذا المبدأ أيضا أن الزبون يتغير ليش الزباين ما تغيروا الزباين تغيروا تغير جذري كثير منا ما كان يشتري مثلا بضائع عن بعد كنا لازم نروح للسوق ونشتري بانفسنا، اليوم صار كثير منا يشتري عن بعد. ولذلك نجد انا اتحدى ان تجدوا اي شركه رئيسيه ما عندها بيع عن بعد اليوم. ما عندها متجر الكتروني وبالتالي تذكروا ان الزبون يتغير فلازم ندرس الزبون ونتعلم كيف يتغير الزبون ولا وتذكروا هذا المبدا ان المعلومات عن الزبون واتجاهاته وميوله واهتماماته لأنها متغيرة محتاجين معلومات مستمرة عن الزبون وهذه المعلومات هي أساس القرارات الإدارية والقيادية أيضا وهذا آخر الدروس الإدارية والقيادية أن هناك علم اسمه قيادة السوق ماركت ليدرشيب قيادة السوق ولي كتاب أنا بهذا العنوان اسمه قيادة السوق من كتب القليلة الانتشار لأن الناس ما عرفت قيمتها لكن اليوم عرفنا قيمة قيادة السوق عرفنا قيمة قيادة السوق ماذا يعني قيادة السوق خذوا أي مجال والله في مجال مثلا شركة بيع أثاث طيب صارت الأزمة أذكر واحد من الأخوة الكرام عنده شركة فعلا عن بيع الأثاث فسألني في شهر ثلاثة قال لي دكتور كم تتوقع تستمر قلت له أتوقع سنة إلى سنتين بس بالتأكيد ليست أقل من سنة قال لي طيب إيش تتوقع بالنسبة لمبيعاتنا قلت له احسب حسابك احسب حسابك أن مبيعاتك ستنهار مبيعاتك ليس أرباحك أرباح ستنهار أكثر بس مبيعاتك ستنهار بما لا يقل عن خمسين بالمئة خلال هذه الفترة القادمة هذه تقديرات طبعا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى بس احنا يعني بحكم خبرتنا في التخطيط نعرف شويه نقدر في هذه المسائل طيب هذا الان خذوا مثال هذا الاخ هذا الاخ الان امامه مجد. يقعد يبكي يعني صار او يبدا يسرح الموظفين ويستغني عن بعض المحلات والفروع وكذا ماشي وممكن صاحبنا هذا يبدا يفكر بطريقه مختلفه تماما ابداعيه تماما ويبدا يفكر طيب هذه الكارثه ستصيبني وتصيب كل شركات الاثاث لست انا الوحيد طيب كيف استطيع ان اخرج من هذه الازمه وانا الاقوى انا الاكبر انا الاكثر انتشارا كيف استطيع؟ وهذا اللي احنا على فكره سويناه في شركه الابداع يعني زينا كلام ما هو نظري وهو أن طيب بينما شركات التدريب قاعده تبكي بعضها فورا تتغير وفورا تقود السوق وفورا تغير مع السوق ومع تغيرات الزبون وتعدل وأشياء كثيره طبعا سامحوني ما ابي اتكلم عن شركتنا لان ما اريدها تكون دعايه ليس هذا الهدف، لكن انا اتكلم لان بعض الناس احيانا قد يكون اكثر اطمئنانا لان اللي قاعد نتكلم عنه ليس علم نظري وانما علم حقيقي طبقناه بفضل الله تعالى. طيب انتقل الى الدروس الماليه. الدروس الماليه. وانا شخصيا يعني وقعت ايضا في بعض الاخطاء رغم أننا كنا نتكلم عنها واحيانا احنا يعني مع كثره المشاغل واحيانا الغفله واحيانا الجهل بعض الاشياء اللي ندرسها ما نطبقها. فاليكم بعض الدروس اللي تعلمتها والتي ايضا تاملتها يعني من خلال ما كتبه الخبراء خبراء المال. اول قانون واول مبدا من مبادئ الجانب المالي ان الديون سيئه. الديون سيئه. إلا إذا كنت مستعدا لها الديون ليست سيئة دائما إذا الإنسان مستعد لها فالديون جيدة الدين ليس شيء سيء لأن الدين فيه فلسفة أن الواحد يوسع قدراته يعني مثلا عندي مئة ألف أنا قاعد بالمئة ألف أشتغل بقيمة خمسمائة ألف بسبب أني قاعد أشتغل بالديون هذا مش غلط هذا صحيح لكن متى تكون سيئة تكون سيئة لما الواحد قاعد يشتغل بهذا التوسع وهذا ما هو غلط لكن يأتي وقت الدفع وما عنده كما حدث لكثير من الناس في 2020 فتراكمت عليه ديون وجاء وقت السداد وما دفع ولذلك اضطرت كثير من الدول وعندنا في الكويت واحدة منهم أن يؤجلوا دفع الديون ست شهور ولا أكثر ولا كذا ليش تعرفوا ليش لأن لو لم يفعلوا هذا لانهارت 90% من الشركات ايش رايكم 90% من الشركات تنار تماماً لأن يأتي وقت الدفع الوحيدين اللي حيستفيدوا هم البنوك والبنوك هي الأغنى فجاء الضغط على البنوك أنتوا تحملوا ست شهور خلوها تتأجل حتى كان في محاولات ست شهور أخرى لكن يعني أيضا البنوك من حقها أن تربح المهم فالدرس الأول أن ما في مانع من الديون لكن بشرط أن الإنسان يكون عنده استعداد أن لو صار أي كارثة يدفعها عنده طريقه يدفعها، اذا ما عندكم راح تتورط. ايضا اثبتت لنا هذه الازمه بالذات طبعا الحياه كلها لكن هذه الازمه بالذات اثبتت لنا ضروره وجود ادخار لازم الانسان يكون عنده ادخار واعطيكم قانون للادخار اكتبوه اذا حبيتوا قانون للادخار اي مبلغ ياتيكم اي مبلغ والله راتب ميراث لا سمح الله اي مبلغ ارباح غيره اي مبلغ ياتيكم خذوا منه 20% حولوها الى الادخار او الاستثمار فهذا درس اخر درس ثالث من دروس الماليه ان الاقتصاد انهار في كثير من الدول حتى دول كبيره جدا لكنه سيتعافى وهذه كلمه يعني بيد الله سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن التحليل البشري الكوارث الاقتصاديه التي مرت في البشر أضعاف أضعاف هذه الكارثة أضعاف من ناحية اقتصادية أتكلم وطبعا أبرزها كان الانهيار المالي الكبير في 1929 ضخم جدا انهيار عالمي وصار في 2008 انهيار ضخم طبعا هذا الانهيار أيضا ضخم جدا وخاصة هذا الانهيار الأخير هذا اللي احنا في 2020 صار انهيار اقتصادي أثر على الموظفين يعني أعداد ضخمة جدا من الناس فقدت وظائفها في العالم العربي والغربي وغيره كل أعداد ضخمة جدا فقدت وظائفها فهذا هو الفرق الكبير في كثير من الكوارث السابقة كان الذين تأثروا هم التجار الكبار انهارت البورصة وغيرها أما اليوم فالتأثير التجار الكبار ربحوا وتضاعفت يعني أموالهم لكن الصغار هم الذين أكلوها والسبب أنهم لم يستعدوا على كل حال الرسالة التي اريد ان اوصلها ان هذا الامر رغم كل هذه الكارثه الاقتصاديه ثابت علميا وتاريخيا وحدث في القرن العشرين وحده حدث ست مرات هذا هذه الكوارث انه سيتعدل فاستعدوا استعدوا يعني كونوا جاهزين للتعافي الاقتصادي البورصات ستتعدل، الوظائف ستتعدل، الانتاج سيتعدل، سياخذ غالبا بين سنه الى ثلاث سنوات يبدا هذا التعدل يبين فرتبوا نفسكم لذلك فتذكروا هذا المبدا ان المستقبل يوحي بعد تقدير الله تعالى دائما بان الاقتصاد سيتعافى فكونوا جاهزين لهذا التعافي ايضا مبدا قانوني او العفو مالي اخر وهو لا تبالغوا في الانفاق لا تبالغوا حتى لو كنت تستطيعوا تشتروا احسن سياره واحسن ما اعرف خاتم واحسن لا تبالغوا اولا هذا مكروه في الدين ان الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين هؤلاء المبذرين لكن في نفس الوقت واضح جدا ان الناس احتاجتها وقت الازمه فهذا من المبادئ العلميه التي ثابته اليوم ثابت ايضا اليوم وهذه ضروره جدا ان الانسان يكون عنده تامين صحي تامين صحي اللي طبعا دوله توفر له تامين صحي خلاص لكن في بعض الدول ما توفر تامين صحي ففي هذه الحالة أنا أنصح بشدة أن كل واحد فيكم وكل واحدة كنا تعمل لها تأمين صحي ولو محدود بس لأجل الكوارث لأن الكوارث هذه ما تدري تحت طبعاً نتكلم عن كارثة مثل كورونا وأتكلم عن كارثة على مستوى شخصي قد يحدث لإنسان ففي هذه الحالة إذا بدون تأمين صحي قد يد... ثابت أن عدم وجود تأمين صحي قد يدمر الوضع الاقتصادي لل... للإنسان فإذا من الضروري جدا أن تأخذوا تأمين صحي واليوم الحمد لله في شركات تكافل إسلامية ترتب هذا التأمين الصحي بشكل ممتاز يعني أيضا من الجانب المالي أن كثير من الشركات والمنظمات و... لما صارت الكارثة ما هو عارف يتصرف لا هو عارف يتصرف إداريا ولا قياديا ولا ماليا كيف يتصرف نصيحتي إذا احترت لا تتصرف نعم اذا احترتوا لا تتصرفوا وانما استعينوا بالخبراء فاذا الخبراء قال لك يا اخي سكر هذا الفرع يا اخي يا اختي افعلي هذا يا لا تؤجري هذا القرار استعين استمعوا للخبراء اذا انتم محتارين اذا انتم خبراء ولا فاهمين الشغله فاهمين سوقكم مجالكم خلاص بس اذا احترتوا نصيحتي استعينوا بالخبراء نصيحه ماليه اخرى أن الإنسان ما يعتمد على مصدر واحد للدخل. ما يعتمد والله على راتب بس. هذا هذا من أكبر الأخطاء التي ممكن يقع فيها الإنسان، ولذلك رتبوا نفسكم، اليوم الحمد لله مجال مثلا التجارة الإلكترونية ممتاز جدا يعني وممكن الواحد يدخل فيه. على فكرة احنا إن شاء الله سنطلق ورتبناها بفضل الله مبادرة اسمها مبادرة العمل الحر. لاجل تشجيع الشباب والفتيات على تعلم المهارات العمل الحر وعلى نوفر لهم ادوات العمل الحر. هذه قريبا ان شاء الله سنطلقها باذن الله تعالى. فبس هذه احد البدائل ليس ليس بالضروره تشتغلوا معنا، اشتغلوا باي طريقه لا تكتفوا بمصدر واحد للدخل، لا تكتفوا براتب. ما يصير، لازم يكون عندكم مصادر اخرى احتياطيه اسهم جيب لكم أرباح إيجار من عمارة ولا شيء مشروع تجاري مشروع تجارة إلكترونية أعملوا شيء أعملوا شيء جالسين بكثير من الناس جالسين بس على الراتب هذا خطأ جسيم فرأينا ماذا حدث لكثير من الناس عندما حدثت 2020 أيضا من الضروري جدا وجود خطة مالية خطة وأهداف مالية وأنا شرحتها في دورة معادلات الحياة دورة معادلات الحياة إن شاء الله ممكن نعيدها بس باختصار ان الانسان عنده اهداف ماليه يعني متى ساضاعف دخلي، متى ساضاعف ملكيتي، متى هذا متى هي تخطيط فهذه ممكن الواحد يتعلمها كيف يضع خطه ماليه واهداف ماليه ضعوا لكم اهدافا ماليه ما هو الرقم ومتى ستصلوا اليه آه انصح الشباب جدا والفتاه طبعا باداره لتعلم اداره المال. تعلم كيف يدار المال وبالذات بالذات انصحكم بشده ان تتعلموا فهم الوثائق الماليه والوثائق الماليه الرئيسيه ثلاثه ثلاث وثائق ماليه رئيسيه الميزانيات وحساب الارباح والخسائر والكاش فلو تدفق النقدي اللي فيكم ما يعرفها لازم يتعلمها والله سهله يعني ما يعني احنا في دوره المشروعات ندرسها بساعه ونص كلها هذا الواحد يتعلمها ساعة ونص خذوا لا تاخذوها معي خذوا في دورات اسمها المالية لغير الماليين روحوا خذوها مع خبراء احسن مني بس بس تعلموها ما يصير انتم شباب وخاصه داخلين على الحياه وخاصه بعضكم على مقتبل الحياه ومكتفين بالراتب، زي طيب لو دخلتوا مشروع لازم تتعلم كيف تدير المشروع، طيب اذا ادرتوا مشروع لازم تتعلموا الميزانيات والارباح والخسائر والتدفق النقدي، طيب كيف تتعاملوا مع هذا ما تعرفوها كيف؟ والله ممكن اي محاسب يسرقكم. فاذا لازم نتعلم وهذه مما علمتنا اياها هذه الازمه بالذات لكن علمتنا اياها الحياه. والدرس الاخير الذي احب ان اوصله هو نفس الذي بدانا فيه انه لازم تدخروا وثابت علميا ثابت ان الانسان يستطيع ان يدخر اكثر بكثير مما يظن بكثير مما يظن فلا احد يقول والله ما اقدر ادخر انا مضطر وكذا لا ثابت علميا ان هذا وهم ثابت ها وبالتالي عيدوا النظر في اموالكم ومداخيلكم ومره ثانيه يعني القانون اللي حاب اكد عليه حاولوا تشيلوا 20% مهما كانت ظروفكم للادخار والاستثمار. انتقل الى مجال اخر سميته وانا كنت متردد هل ابدا فيه ولا اخليه مع يعني اقرب للختام هو ليس الختام هو اقرب للختام فلا قررت اني اسويه اقرب للختام وكنت الحقيقه في التحضير كنت حطيتها في البدايه بعدين شلت هذا هذه الدروس وقلت لا خليها تثبت في الذهن أكثر لأن ثابت عندنا في علم الإلقاء أن الذي يقال أخيرا هو الذي يثبت أكثر فسميتها دروس للحياة دروس للحياة أول درس طبعا أن الوقت هو الحياة الوقت هو الحياة الإنسان اللي, اللي ضيع وقته ضيع, ضيع 2020 ضيعها ضيعها بالتدمر ضيعها في جالس ضيعها ينتظر فرصة تأتيه هو لا يصنع فرصة ضيعها هذا اللي جالس فقد راتبه ولا فقد دخله ولا فقد شركته ولا فقد وبعدين جالس ينتظر شيء يحدث ايش هذا عمرك قاعد يمضي عمركم يمضي فالوقت هو الحياه وايضا من دروس الحياه التي علمتنيها 2020 وايام علمناها كورونا ان قدره الله سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء مخلوق صغير لا يرى بالعين المجرده دمر الدنيا و... واخضع اعظم دول العالم جعلها تركع على ركبتيها ولذلك من الدروس الرئيسيه لما رايتم هذا الاعجاز الالهي كيف الانسان لما طغى ان الانسان لا يطغى هذا الانسان لما طغى وتجبر جاء الله سبحانه وتعالى بمخلوق لا يرى واذله فزيدوا ايمانكم بالله تعالى وبقدره الله وتذكروا ان ان الله على كل شيء قدير لا تظنوا ان ما في امل والله ما في امل العالم العربي يتغير ما في امل يتخلصوا من الطغاة ما في امل ان العرب يعني يتحسن احوالهم ما في امل ان العنصرية اللي موجودة تجاه الامازيغ ولا والغيرهم ولا غيرهم ولا حتى العرب مع بعضهم ولا, ولا تجاه اللي جايين من جنوب اسيا ولا كذا هذه العنصرية المقيتة ما في امل ان تزول لا في امل في امل كبير زيدوا ايمانكم ان الله على كل شيء قدير، بس ايضا تذكروا ان الله سبحانه وتعالى عنده سنن، عنده اسباب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقدر الامور من خلال ادوات، تذكروا هذا المبدا في في المصطلحات الشرعيه يقول من خلال الاسباب. سبب يؤدي الى نتيجه. فالله سبحانه وتعالى قادر ان يقول لكورونا زل فيزول قادر بكلمة كن سبحانه ان العرب والمسلمين يقودوا البشرية كما كانوا يقودوها من قبل قادر لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا دروس حتى في القرآن الكريم يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لمريم وهي فتاة في الخمسة عشر سنة من عمرها ضعيفة جدا الان خرجت من ولادة فهزي اليك بجذع النخلة طيب انا اتحدى اي شاب مهما كانت قوته أن يهز جذع نخلة ما من يستطيع يهز جذع نخلة طيب إذا إيش معنى هذه فهزي إليك جذع النخلة ليس لها معنى من ناحية الأسباب والنتائج لكن ليش لازم تهز جذع النخلة لأن لازم تعمل شيء الله سبحانه وتعالى يريد أن يطعمها لكن لازم هي تعمل شيء وكذلك الإنسان موسى عليه السلام لما يقول له اضرب بعصاك البحر ليش هو العصا هي شقة البحر ولا لها أي أثر في شق البحر لكن لازم هو يعمل شيء. وكذلك نحن لازم نعمل شيء. لازم نشتغل، لازم نستعد. بسم الله. ايضا من دروس الحياه <applause> اننا قد نفقد كل شيء فجاه. ممكن الانسان يفقد وظيفته، ممكن يفقد من يرعاه، من يدعمه، ممكن يفقد من يحبه، فالانسان <applause> يتذكر أن هذه الأمور ليست بأيدينا هي بيد الله سبحانه وتعالى فنتعلم أولا الرضا ونتعلم الاستعداد أمرين الرضا والاستعداد لاحظوا أنا ما قلت الإيمان أنا قلت الرضا شوف كثير من الناس يخطئ فلما يقول أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر لا لا هي ليست كذلك هي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والرضا بالقضاء والقدر ليس الإيمان بالقضاء والقدر ليش الإيمان بالقضاء والقدر. حتى الكافر يؤمن أن في قضاء وقدر أن في أمور خارجة عن إرادته زلزال كارثة كذا قضاء وقدر هذا الأمريكان حتى يسموها في في المصطلحات القانونية يسموها acts of God أفعال الله هذا في القانون أن إذا حدث شيء من أفعال الله يعني قضاء وقدر فهذا الإيمان بالقضاء والقدر كل يوم فيه المؤمن يختلف المؤمن يؤمن أن هذه من يد الله سبحانه وتعالى ويرضى لا يسخط لا يتدمر لا يشتكي لكن المؤمن الحق هو الذي ليس فقط يرضى وإنما يستعد فلا يتواكل وإنما يتوكل أيضا من دروس الحياة أن الأوقات الصعبة علمتنا حقيقة الحياة والموت وحقيقة الناس حتى في كثير من الناس اللي كنا نظنهم مقربين اختفوا وكنا بعض الناس اللي يعني نعتقد انهم ممكن يدعمونا والله ولا فكروا فينا صحيح ممكن تاتيكم قصص لا حصر لها في هذه المساله فالاوقات الصعبه نعمه هي ليست نقمه هي نعمه ان الانسان يكتشف حقيقه نفسه حقيقه قدراته حقيقه اهتماماته خطته صح ولا غلط ويعرف ايضا حقيقه علاقاته هذه العلاقات هل هي صحيحه ولا علاقات خطا ولا فيها مشكله ولا معتمد على بعض الناس اللي لا يستحق الاعتماد ولا يمكن مرتب شركته ولا منظمته بطريقه لا ما تحتاج كل هذه الاعداد ولا كل هذه الطريقه. عيدوا عيدوا النظر، الاوقات الصعبه تعلمنا باختصار حقيقه الحياه وحقيقه الناس. وايضا جاءت 2020 لتعلمنا ان تغيير المسار ليس له وقت وليس له عمر. يعني متى انسان يغير مساره مثلا ينتقل الى العمل الحر بدل الوظيفه والراتب اللي هو عبوديه متى هل لما يصير عمره عشرين سنه ولا ثلاثين ولا أربعين ولا خمسين ما لا عمر ليس لا عمر الان انتقلوا مهما كان عمركم الان انتقلوا ما الذي يعطلكم وعلى فكره اليوم اليوم ثابت ان يستطيع الانسان يفتح متجر بدون راس مال من خلال المتاجر الالكترونيه ماذا تنتظروا خاصه في بعض الشباب والبنات ما شاء الله ممتازين جدا جدا ان عندهم علاقات واسعه كبيره بس ما عندهم مشاريع هذه العلاقات ثروه العلاقات هذه ثروه ليش لان الواحد لما يعمل متجر الكتروني ويقوم يسوق على معارفه كل ما كان اعدادهم اكبر كل ما كان فرصه نجاح المتجر احسن فاذا لا تقعدوا تتدمروا وتشتكوا والله صار لي الظرف الفلاني ولا ما قدروني ولا ما لا لا فورا حولها وحولوها الى خطط وحولوها حولوها الى قرار لكن هذا الامر مهما كان عمركم اللي وصل عمره ستين واللي عمره عشرين ما يفرق تستطيعوا ان تغيروا مساركم هذه ثابته اليوم من دروس الحياه ايضا ان هناك عباده اسمها عباده التأمل، هذا 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 درس والله يعني انا تعلمته من ام محمد الله يطول عمرها ويحفظها ان شاء الله. عباده التأمل وهو ان احنا عندنا مشكله كبشر مشكله الألفة. الإنسان يألف وإذا ألف شيئا مهما كان عظيما هذا الشيء ما يتفكر فيه. ذاك الله سبحانه وتعالى لما يقول والشمس وضحاها والقمر اذا تلا والنهار اذا هذه الاشياء كلنا نعرفها طيب ليش؟ تخيل تخيلوا انسان عاش طول عمره تحت الارض وبعدين فجاه خرج بعد ثلاثين سنه من تحت الارض خرج وصار عاش فوق الارض وفجاه ظهرت الشمس فرآها لاول مره ماذا سيحدث له؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ الـ الـ الشيء المشع اللي مالئ الدنيا بالنور اللي... ما هذا ما هذا الاعجاز نحن فقدنا التامل بسبب الالفه الالفه تقتل التامل اين الدرس هنا احنا الفنا الفنا اللقاءات العائليه الاسبوعيه ولا غيرها فجاءت 2020 وفككتنا ألفنا أن نروح للسوق ونشتري أغراض وطعام وكذا فجاءت 2020 وحضرتنا وتعال لازم تأخذ موعد ويمكن ما تحتاج موعد تعال تشتغل بالتوصيل تعودنا تعودنا على طريقة في الحياة جاءت 2020 غيرتها تغيير جذري الآن الشطارة إن إحنا بعد بعد ما تنتهي هذه ما نرجع لما كنا عليه نرجع للاشياء الجيده والاشياء اللي ما هي جيده وغيرناها ما ما نتراجع عنها يعني خلينا نعطي مثال جميل جدا ان مثلا الاسره الممتده تجتمع اجتماع اسبوعي جميل جدا وهذا لازم امر يرجع لكن ايضا في 2020 بسبب زوم ولا الأدوات المختلفه التقنيه استطعنا ان نتواصل مع اهلنا واحبابنا اللي كنا قاطعينهم طيب اذا انتهت الازمه وستنتهي قريبا باذن الله اذا انتهت الازمه ما نتخلى عن هذا الناس اللي عايشين في بلد اخر ولا ما قد ما عندنا فرصه نتواصل معهم استعملوا هذه الادوات استمروا اذا من جهه تاملوا من جهه لا تالفوا من جهه تذكروا فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليكم نحن ألفنا الدخل وألفنا الصحة وألفنا نسينا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها فتذكروا كل هذه المعاني وتذكروا أن الإنسان ما يتوكل على نفسه لا تتوكلوا على أنفسكم الإنسان ضعيف جدا توكلوا على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا كم, مئ... كم مئات الألوف الذين ماتوا بسبب هذه الأزمة وقد يكون أي واحد يعني أنا أمس أقرأ خبر عن سيناتور أمريكي انتخب مؤخرا في الانتخابات الأخيرة هذه بشهر الـ 11 انتخب عمره 41 سنة أصابته كورونا مات أمس هذا واحد <applause> 41 سنة واحد مشهور وله وزنه وكذا ما كورونا ما يفرق فالإنسان ما التغيير قد يأتي فجأة فلا تتوكلوا على أنفسكم التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يستعد استعداد كامل لكن ما يعتمد على استعداده وتخطيطه وذكائه وفريقه و لا لا نستعد استعداد كامل ثم نقول ولله الأمر من قبل ومن بعد أيضا هذه الأزمة خاصة خاصة لما, لما صار علينا حجر كامل والله أنا في الحجر الكامل قلت طيب احنا يعني حجرونا حجر كامل لمده اسبوعين ولا ثلاثه ولا كذا يختلف من بلد لبلد. ويعني عشنا في ضيق بسبب هذا الحجر يعني الانسان خاصه الانسان متعود على الحريه. طيب ماذا عن اخواننا واخواتنا المسجونين ظلما في سجون الاحتلال وفي سجون الطغاه ظلما يعني اه يعني احنا مجبرين وراضين لان الوضع الصحي يتطلب ذلك، طب هؤلاء مساكين او ليسوا مساكين، يعني هم ماجورين ان شاء الله، مساكين الذين ظلموهم، هم الذين سيكونوا مساكين يوم القيامه، لكن نتذكرهم وندعو لهم ونسال الله سبحانه وتعالى لهم الفرج القريب. ايضا من الدروس الرئيسيه التي تعلمتها ان السعاده الحقيقيه هي الداخليه. هي ليست في الادوات والله ايش سيارتك وايش قلمك وايش ملابسك وايش كذا ما لها السعاده الحقيقيه هي سعاده القلب السعاده الداخليه والانسان اللي عنده سعاده داخليه وخاصه المرتبط بالله سبحانه وتعالى ما ما يعيش في ضيق ابدا حتى لما يحجر عليه سعادته داخل نفسه هي سعادته ليست خارج نفسه ايضا الحقيقه الازمه هذه علمتنا ان الرحمه والانسانيه موجوده بشكل هائل في البشر ولم تختفي. يعني انا اذكر عندنا في الكويت مثلا لما صار حجر كامل لمناطق كامله هب اهل الكويت كعادتهم في هذه المواقف هبوا لدعم هؤلاء توفير مئات الالاف من الوجبات مجانا بشكل خيالي هذه يعني هذه رحمه عجيبه وانسانيه عجيبه طبعا هذا مثال وانا متاكد في كل بلد في امثله هائله ف لا تفقد الأمل بالإنسان الإنسان ما زال فيه خير ولولا هذا الخير الذي في الإنسان ما خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا من دروس الرئيسية للحياة أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير ومشهور وغير مشهور لا يفرق وأن الحياة فعلا حياة غالية يعني بعض الناس لما بدأت الأزمة والله نسمع كلام غريب بعض لما بدأت الأزمة قالوا خلي تصير مناعة قطيع والكل يصاب ويلا ايش هذا؟ تعرفوا تعرفوا ايش معناها هذه؟ معناها مثلا ناخذ امريكا الاحصائيات اللي عندي عن امريكا مثلا ان لو صارت هذه المنهجيه لو بداوا فيها كما كان يريد ترامب لكن على الوقف بعض العلماء ضده وطبعا ما زالت مشاكلهم ضخمه جدا بسبب موقفه السيء هذا اللي هو لا علمي ولا عقلي ولا منهجي تعرفوا لو مشوا في قطع مناعه القطيع عدد الموتى ليس المصابين الموتى الامريكان سيكون في تسع شهور اثنين ونصف مليون انسان اثنين ونصف مليون هذا يقول يا خلينا نضحي بالبعض عشان. ايش هذا هذا معنى هذا الانسان اللي يفكر بهذه الطريقة ما عنده انسانية ولا عنده قيمة للحياة طبعا بعدين من اللي هيموتوا هؤلاء معظمهم من كبار السن إلا هم ابائنا واجدادنا وامهاتنا واحبابنا الكبار مستغنين عنهم بهذه الطريقه. لا لا اعرفوا قيمه الموت واعرفوا قيمه الحياه. ومن دروس الحياه ان الدنيا تغيرت و2020 غير الدنيا والقادم لن يكون مثل الماضي. الحياه ستعود طبيعيه. لكن عوده الحياه طبيعيه ليس معناها عوده العمل طبيعي، اعيد عندما نقول ستعود الحياه طبيعيه وهذه سنه الحياه سنه الله سبحانه وتعالى في الكون ان تاتي ازمات وتذهب. ليس معنى هذا في 2020 يعني مثلا لما صار الاسبانش فلو في بلو في بدايات القرن العشرين واصاب 100 مليون انسان ها 100 مليون اصابهم بعدين رجعت الحياه طبيعيه اخذ سنتين على فكره، بعدين رجعت الحياه طبيعيه. بس العمل ايضا رجع طبيعي طريقة العمل وطريقة الادارة ظلت طبيعية احنا في 2020 ستعود باذن الله قريبا الحياة طبيعية لكن طريقة العمل لن تعود طبيعية الشغل الالكتروني والعمل عن بعد والموظف الذي ما عنده مهارات متعددة سيتم الاستغناء عنه فبالتالي افهموا هذه المعادلة هذا جزء من فهم الحياة واستعدوا للعمل المستقبلي ايضا من دروس الحياه ان معظم الفرص اللي الناس اللي ربحت ربح كبير، معظم الفرص كانت موجوده اصلا لكن ما فكرنا فيها، احنا اعطيكم مثال يعني احنا احنا اخطانا عندنا في الابداع خطا جسيم. فرصه التدريب عن بعد كانت موجوده دائما التكنولوجيا موجوده والقدرات اللي عندنا موجوده والاداره موجوده كل شيء موجود بس ما استعملناها. وهذا خطا خطا جسيم احنا وقعنا فيه، الان جات 2020 تعلمنا الان لما تنتهي 2020 تعرفوا احنا حتى في تخطيطنا يعني ما راح نرجع للطريقه القديمه سنرجع لها جزئيا يمكن تشكل 20% من شغلنا و 80% من شغلنا سيكون بطريقه اخرى، وهذا يجرني الى تاكيد مره اخرى تعلموا العمل عن بعد كموظفين، كمدراء، كشركات، كمنظومات تعلموا العمل عن بعد لأن الحياة ستعود طبيعية لكن العمل سيكون معظمة عن طريق العمل عن بعد ثابت أن أفضل الموظفين ذكرت لكم أنهم الخبراء متعددي المواهب فكل واحد فيكم يا شباب يا بنات الله يرضى عليكم كل واحد تدرس أن أنت خبيرة في ماذا لازم تكون خبيرة في شيء واحد على الأقل وما هي مواهبك ومهاراتك الأخرى في غير هذا المجال اللي ما عنده يعيد تخطيط حياته وتعلموا التخطيط للحياه هذا جزء رئيسي. اقول لكم شغله ايضا اخرى من دروس الحياه ان هذا التغيير الضخم الذي اصابنا لن ينتهي سياتي مرات ومرات <applause> ليش هو يعني هي ازمه وتنتهي وذلك كل كل العلماء كلهم بالاجماع وكل الخبراء في تحليل التاريخ بالاجماع ما في ولا واحد يستثنيه يقول لك ان الازمات ستتكرر وقد تكون اكبر حتى. طيب فبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ستحتاجوا قلنا تعدد المهارات وتحتاجوا تتعلموا علمين بالذات علم الابداع وعلم في علم كامل اسمه علم المرونه اجلتي فلازم يكون الانسان يتعلمها ايضا طريقه عملنا يعني لا تشتغلوا فقط بطريقه واحده والله ابيع بطريقه واحده، اقدم خدماتي بطريقه واحده، انتج اعمالي بطريقه واحده، لا فكروا بتعدد الطرق. وفي مبدا شويه غريب لكن احب اكد عليه ان اذا صارت الازمات او اقتربت الانسان لازم يبدا يبادر بمشاريع. طبعا اقول لكم شغله بين 80 الى 90، الدراسات تقول بين 80 الى 92% من المشاريع ستفشل 80 الى 92% منها ستفشل لن تنجح الواحد يسوي له مشروع ما يمشي فبعض بعض الناس خلاص احنا نقول تقرصوه الحيه يخاف من الحبل <applause> لا وانما ما هو الحل؟ الحل ان تستمروا في المبادرات مبادره ورا مبادره ورا مبادره ورا مبادره الى ان واحده منهم ان شاء الله تضبط ما نقول تصدف لان كلها بتقدير الله لكن تضبط لا تتوقفوا عن المبادرات يعني احنا في الابداع هنا سوينا كذا مشروع ما نجحت ما توقفنا الحمد لله قاعد نسوي مبادرات ما ندري اي واحده فيهم ستنجح وقد تنقذنا من الازمه الماليه التي اصابتنا كما اصابت الجميع فكروا بهذه العقليه ليس مشروع واحد اذا فشل فكروا بغيره اذا فشل فكروا بغيره استمروا في المبادرات والله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني ينجحكم. وآخر درس من دروس العامة في إدارة العمل والحياة أن قللوا التوظيف وقللوا المصاريف التشغيلية قللوا الإيجارات قللوا الرواتب قللوا التوظيف استعينوا بالشوفوا يعني استعينوا باللي سمحنا نسميه اوت اللي هو التعاقد يعني بدل ما اجيب لي مدير تسويق اتعاقد مع شركه تسويق او مدير تسويق، بدل ما اجيب لي مدير تكنولوجيا وظفه عندي اتعاقد مع جهه ترتب لي هذه المساله. قللوا التوظيف كثير من الناس اكلوا درس شديد لما جاءت هذه الازمه وعنده موظفين كثير وما هو قادر يدفع رواتب. وانهار وانهارت شركته ولا انهار الموظفين اللي معه قللوا التوظيف اعتمدوا على التواصل الخارجي هذا إياكم لو سمحتوا خاصة الشركات التي قللت التوظيف إياكم الله يرضى عليكم أن بعد ما تنتهي الأزمة تعودوا للتوظيف الواسع فتجنبوا هذا أختم بمجموعة من الدروس الختامية فدعونا نستعرضها بسرعة وإن شاء الله في خمس دقائق نحاول نختمها أولا أن العلاقات الحقيقية العميقة هي سر السعادة وهذه الازمه شكلت لنا علاقات جديده الحقيقه، حتى مع اهلنا حتى مع اهلنا شكلت علاقات جديده. يعني لما ابني تخرج، عملنا حفل تخرج في زوم <applause> يعني ليس بالضروره ان كل شيء يكون حضوري لان ما نقدر، فالان فرصه ممتازه جدا ان اي مناسبه، اي احتفال، اي فرح او ترح ان الانسان يشارك احبابه حتى لا عن بعد لا تنتظروا ان تكون موجودين خاصه بعضكم اللي عايش في بلد غير بلده ولا كذا تواصلوا تواصلوا العلاقه مفتوحه ايضا علمتني 2020 ان السفر فعلا متعه والسفر دروس لا تنتهي الحقيقه وانا احب من عشاق السفر لكن جاءت هذه الازمه منعتنا من السفر فاستطعنا ان نحقق هذا بطريقه اخرى الحقيقه هذه فيها عيوب وفيها مزايا من عيوبها ان دروس والمتعه التي في السفر فقدناها، لكن ما هي المزيه؟ مزية ان اشتغلنا بطريقه مختلفه، اعطيكم مثال. تعرفون انتم كلكم ما يخفى عليكم ان انا شخصيا ممنوع من كثير من بلاد العالم اما بسبب موقفي تجاه الصهيونيه او موقفي تجاه الـ الـ الانقلابات العسكريه. وهذا شرف اعتز به والحمد لله، لكن انا ممنوع من كثير من البلاد. فجاءت هذه الازمه وخلتني اشتغل بطريقه مختلفه الان هذه المحاضره هذه المحاضره اي ما شاء الله الحمد لله يحضرها الاف يعني اخر محاضره عملتها كان طبعا في ناس شافوها حيه وفي ناس شافوها بعدين مسجله وصل العدد مئة الف طيب انا لو سافرت لاي بلد مستحيل يجتمع لي مئة الف وبعدين العفو يعني حسافر لاي بلد واترك اي بلد الان في كثير من الناس مشاركين من بلاد يمكن والله ما زرتها ولا يعني ولا عندي في جدولي اني ازورها. فالقصد انه صحيح أننا فقدنا اشياء لكن عوضنا باشياء، فخلونا هذا التعويض نستمر عليه وان التواصل هذا ممكن وممكن باستمرار، هذا درس رئيسي ان التواصل مع احبابنا ولا مع جمهورنا ولا مع نشر فكرنا ممكن وممكن باستمرار. أيضا من الدروس التي أحب أن أشير لها وهي مزعجة جدا لكنها ثابتة أن الحرية لها ثمن الحرية لها ثمن وخاصة مثل ما احنا لما نقف ضد الصهيونية ولا انقلابات عسكرية سنخسر اكيد العفو يعني, يعني تتظنوا ان احنا قاعد نسويها كذا بدون ما نحسبها لا نحسبها طبعا ونعرف ان احنا سنخسر لكن هذا موقف يتطلب تتطلب منا المبادئ والقيم تطلب منا هذا ليش قاعد اقول لكم هذا ثابت علميا ها ثابت علميا انه في فتره 2020 زاد الطغيان زاد الطغيان ليش لان في وقت الحريه مثلا في بعض الدول كانت تخرج في حراك والناس تخرج بالالاف ولا مئات الالوف احيانا يصل لاكثر من مليون جاء الحجر منعهم زين <applause> فصارت فرصه للطغيان انه يتصرف وامثله كثيره على هذا ليس كلامي هذا كلام علمي ثابت فانتبهوا ان لا تضحوا بالحريه واياكم ان تتنازلوا يعني اللي كانوا يتحركوا من اجل الحريه وثاروا من اجلها لا يتوقفوا لان 2020 وقفتنا جمدتنا عطلتنا طبيعي بسبب الاوضاع الصحيه لكن اول ما تنتهي لازم نرجع لمطالبتنا بالحريه لان بدون حريه لن تطبق شريعه وبدون حريه لن يحصل ابداع وبدون حريه لن نصنع حضاره. أؤكد على المعنى اساسي وهو عيد النظر في الصحه النفسيه. الصحه النفسيه، طبعا هذا ليس مجالي مجال المتخصصين لكن انا اشير الى مبدا ايماني هنا ان السعاده الحقيقيه هي كما ذكرت السعاده الداخليه وان الانسان الذي له صله حقيقيه بالله سبحانه وتعالى ما يشعر بوحده ما يشعر كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان في القلب لوحشه لا يملاها الا الانس بالله فزيتوا صلاتكم بالله تعالى عمقوها ويعني ناجوه سبحانه في جلسات خلوه الوحيد الحقيقي الوحيد هو ليس الذي ليس له أصحاب وليس له أهل الوحيد الذي هو وحيد القلب وحيد القلب ليس فيه ما, ما ملاه بالله سبحانه وتعالى وتذكروا أن القيم الأساسية هي أساس القرار العدل المساواة يعني العفو يعني مثال أنا اضطريت غصب عني ولا كانت انهارت الشركات أني أستغني عن بعض الموظفين لكن لما استغنيت عنهم اعطيتهم جميع حقوقهم التي ينص عليها القانون اعطيتهم جميع المهله القانونيه وجميع نهايه الخدمه لهم ما يجوز ان انا استغل ضعف الناس لاجل اني انا ما يضغط علي لا اضغط على نفسي من اجل حقوق الناس فتذكروا هذه المبادئ وتذكروا ان الانسان العاقل هو الذي يبحث عن السعادة وليس الذي يبحث عن المشاكل يعني في ناس فنانين في المشاكل مشاكل مع أهلهم ومشاكل حتى مع أخوانهم وأخواتهم كذا خلاص تجاوزوا هذا الدنيا كلها قصيرة والحياة شفناها كيف تغيرت تغير جذري والإنسان ما يدري متى يأتي الموت فراجعوا علاقاتكم خاصة المنقطعة منها واستمتعوا بعلاقاتكم وأرجو أيضا أن من دروس التي يعني أكد عليها أن العنصرية والجهل عميقان رأيناها في العالم رأيناها في بلاك لايفز ماتر رأيناها في العنصرية اللي في ترامب وغيره رأيناها في حتى في عالمنا رأيناها إلغاء العنصرية وإلغاء الجهل يحتاج عمل جاد وجهد جماعي وأنتم الشباب والفتيات اللي عندنا أمل أنكم تكونوا السبب الرئيسي في نزعها فلا تكونوا جزءا من المشكله كونوا جزءا من الحل وتذكروا ان التعلم متعه وسلاح تعلموا ونصيحه تعلموا المهارات ليس فقط المعلومات يعني في ناس يقرا قصص ما تعلم مهاره في ناس يقرا معلومات عامه جيده ما هو غلط بس ما تعلم مهاره المعلومات هي ماذا ولماذا اما المهارات فهي كيف فلازم تتعلموا المهارات وابحثوا عن المهارات اللي تناسبكم وتعلموها مهاره التخطيط مهاره اتخاذ القرار مهارات هذه كيف كيف اخطط كيف اتخذ قرار وليس ما هو القرار هذا معلومات كيف هي المهارات ركزوا عشان يكون عندكم سلاح حقيقي ركزوا على المهارات ونختم بان اعظم سلاح على الاطلاق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا هذا هو اعظم سلاح ان الانسان يؤمن ان له رب قادر على كل شيء عليم بكل شيء خبير بكل شيء سبحانه وان الله سبحانه وتعالى في لحظه قد يغير الاحوال الى الاحسن او الى الاسوا فنحن في النهايه علينا الجهد والله سبحانه وتعالى عليه التوكلان ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا استفدتم من هذه المحاضره واسال الله سبحانه وتعالى ان ينجيكم وينجينا وينجي العالم والبشريه من هذا الوباء وينجي كل بريء منها ونسال الله سبحانه وتعالى ان تكون عاقبه الامور الى خير ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون تعلمنا منها حقيقه كما علمتنا 2020 نتعلم من كل الحياه. شكرا لتواصلكم شكرا لمتابعتكم بارك الله فيكم استودعكم الله ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله